عادل الثابت مترشح مستقل لانتخابات المكتب الوطني الثالث النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. طبعا المؤتمر انطلق يوم أمس يعني في ظروف شبه عادية. تم نقاش عدة مسائل من بينها مسار المكتب التنفيذي السابق وماذا أنجزه وماذا لم ينجزه، وتم بعد ذلك يعني تشكيل لجان للطعن في مسائل الترشح من عدمه والحصول في مسائل الحصول على بطاقة الانخراط. ثم يعني صار تشكيل لجان لصياغة اللائحة العامة ولائحة الشؤون المهنية. بالطبع ثم اليوم كان فيه جلسة يعني تمت تقدم فيها المترشحون ببرامجهم. بالنسبة للعملية الانتخابية الآن تسير يعني بشكل عادي، ما فيهاش إشكاليات، رغم أنه تمت إثارة قضية هي ما كنا نود أن تثار، هي مسألة أن النقيبة نجيب الحمروني النقيبة السابقة يعني أتت بعد المنفذ طعنا في الذين تم قبول تظلماته في خصوص الحصول على بطاقة الانخراط. بالنسبة لي الأمور واضحة في القطاع، يجب أن ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية والفئوية من ناحية، ومن ناحية أخرى يجب أن ينأى بنفسه أيضا عن اللوبيات الغامضة. وتشكيل قائمتين يعني بالنسبة لي والتركيبة الموجودة فيهم يعكس شيئا ما هذه الأمور، معناها موجود تركيبة أولى فيها مجموعة أغلبها من الشباب، وفيها مجموعة المحسوب على المكتب السابق يقودها سينيج البغوري. لكن بالنسبة لي أنا مرشح ولا المستقل بصفة منفردة، وعندي برنامج يعني واقعي لا يمكن أن أعد بوعود خيالية، ولكن هناك ثلاثة نقاط: حل مشكلة القطاع الخاص، حل إشكالية مجلس الصحافة، والقضية الثانية هي النضال من أجل كرامة نقابة الوطنية الصحفيين. النقطة الثالثة ربما تبدو غامضة لازمني نوضحها لك، هي كرامة النقابة الوطنية الصحفيين الآن تعتمد فقط على مداخيل المنخرطين، وهذا أمر ما يخليش النقابة تكون في مأمن من ضغوطات مالية كبيرة. لذلك نسعى إلى تشكيل وضع قانوني اتحاد صحفيين، تفعيل نص يؤسس قانونيا للنقابة الوطنية للصحفيين في أفق دعمها بالمال العمومي، يعني تكون لها تمويل عمومي ويكون فيها ناس متفرغين للعمل النقابي مثل ما هو في اتحاد الشغل هناك التفرغ النقابي، في نقابة الصحفيين ما لا أفهم لماذا ليس هناك تفرغ نقابي، لأنه إذا لم يكن هناك تفرغ نقابي رئيس المكتب أو أعضاء المكتب ما يمكن أن يقدموا يعني أعمال كبيرة لفئات الصحفيين، لأنه سيكون مطالب بإنجاز أعماله اليومية التي تضمن قوت عياله، وسيكون أيضا مشتت بين رهانات القطاع. هذه النقاط غير مطروحة في كل البرامج الموجودة أمامنا، أنا متشبث بها، وإن شاء الله إذا يعني اختارني الزملاء سننظم من أجلها، حتى وإن لم يختارني الزملاء سننظم من أجلها خلال الجلسات العامة والضغط على المكتب القادم من أجل تنفيذها.